هوتو ابو الهيس بالفلوس موتو لابو ليس ومش هون هوتو للمسكين معي الكوم خوفتو ما يعيد اي خوف عدلتو لما شفتو خربت طول اضرب لي صوت فان بعمل شو بدي للان والله بس ندي حساب والله عزب بكل كاتب كاسب بعرف ايش انتي فيش لازم تكتب فرساتي تكون حاب بقرا ايش بحكي تكون فاهم بعرف مشكلتي وتاب المرة ده افتح الباب اكتب روايه اللي بعندي شغله كله تراكم 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 كله تراكم نفسي اراكم كله وراكم بفتي وبباطن ابني بباطن هو وافكار كمبيوتراتو عالكيبور طاطاتو يطير عجينة في راسو السيرم السيرم الصاطو بحبش اجيب لي رطاستو ولو عارف عني ولو عارف عني ولو عارف عني ولو عارف عن عيسى ولو عارف عني ولو عارف اشكي ولو عارف عني ولو عارف عن عيسى ولكن متأكد من نفس ساكت بسام في الكبت لازم نعادل الكأس الحالة بتجادل اليأس كاشش من الخاشش عالفخ ماشي فان في جهل بس حاسف الحاسف انكب الجاهل قاعد بندم الساعة نساعد القلب في الاخر مستاهل غير بخ مش حاجة هنأجل البخ لازم نعاقب الدم فيش وقت استعجلي استعجلي واستهبلي الاهبل ونستعملي الاقرب ونستعمى في الشي ونستفرغي علي بزوز تغبيي نستنى دي نستدعي بلوز استغنى اليوم على روتين فك عمود استعبدي الظالم ونستسلم كيوت بيفوز بس بضل يتحاسب مش ضروري يكون بني ادم لو الشك هذا الشخص نتقاتل لو الضرب مش ضرب تستاهل لو النص في نقص تستاهلش المهم في حد على الخط يكون فاهم يعني بس هو شيء واحد بدنا ناس الناس هاي لازم تسوي مش تكون ناس تقعد على حال بعضها يعني مش عاملة إشي وتطلع وتبص على حالها يعني بس هيك يعني مش شيء أكتر من هيك بس بدنا ناس بس ناس يعني مش عارف يعني يمكن بحكي عن نطاق عالمي بس أظن بحكي عن البلد مبدئياً.